هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن فك السحر بالسحر والاستعانة بالجن المسلم في علاج المسحور والحسد، نرجو من الشيخ الإجابة حول هذا الموضوع لأن كثيرا من الناس ابتلي في هذا الموضوع. السحر حرام وكفر، لأن الله سماه كفرا وتوعد السحرة وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر باطل وكفر بالله عز وجل، والساحر ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الجنة كما في الآية، وأنواع من الدلالات على أن السحر كفر، أنه حرام وأنه كفر تعلمه وتعليمه. وما يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فتعليم السحر كفر بالله عز وجل. والملكان يقولان لمن يريد أن يتعلم عليهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر، ينصحانه، دل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، واستعماله للعلاج أيضا كفر، لأنه لا يجوز التداوي بالكفر، لا يجوز التداوي بالمحرم ولو لم يصل إلى حد الكفر، تداوى ولا تداوى بحرام كما في الحديث. والسحر أشد من الحرام لأنه كفر، فلا يجوز التداوي بالسحر، ولا يحل السحر بسحر مثله، إنما يحل السحر بالرقية الشرعية والأذكار والأدوية المباحة. هذا الذي: وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء من السحر وغيره، فيلجأ إلى المباح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في علاج السحر. ولا يجوز الذهاب للسحرة، لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للمنجمين. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب للسحرة والمشعوذين والدجالين لأجل العلاج عندهم، وهم كذبة وسحرة، ولا يجوز الذهاب إليهم. والعلاج يكون بما أباح الله سبحانه وتعالى من الرقية الشرعية ومن الأدوية المباحة. الله أغنى المسلمين بحلاله عن حرامه، فلا يجوز التداوي بالسحر، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين، لا يجوز الاستعانة إلا بمن هو حاضر قادر على الإعانة. فأما الغائب والميت فلا يستعان به مطلقا، ولا يستعان بالجن. ولو قيل إنهم مسلمون، من الذي يثبت أنهم مسلمون؟ من الذي يثبت هذا؟ فهذه أمور يجب الحذر منها ويجب البعد عنها والتحذير منها. نعم.